سلام حبايبي، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ كيف عاملين مع الصحه؟ مزيانين؟ كنتمنى لكم الصحه وراحه البال، وان الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم هو كيتعلق بالشاي، بالطريقه كيفاش نصبغوه، الطريقه اللي كنستعملوها في الصالونات واللي هي ناجحه وكتعطينا تغطيه شامله بالنسبه للشعر اللي فيه الشيب او للشعر اللي ما فيهش الشيب، دونك تعطينا لون موحد مزيون ما فيه حتى شي روتوشات. دونك البنات اليوم غادي نستعمل معكم غنشارك معكم كيفاش غادي نصبغ الشعر ديالي. وانا اختاريت غنبدل هذا اللون هذا شويه، هو عندي دونكر براون، عندي قهوه مغلوق. ملي كنخرج الشمس كيعطيني واحد الاضاءه فيها الاحمر، وانا ديك الاحمر ما كيعجبنيش، يعني كيعجبني الاكاج والالوان اللي هي اكاج ديالي، انا كنعملها الدفرين ديالي بزاف كتعجبني بزاف، مي ما يعجبنيش مثلا براون في قهوي في الاحمر ما كيجيش مزيون. مثلا نقدر نقوله اسود، يكون اسود مغلوق وفيه الاحمر، نقدر نتقبلها. بالحق ملي كنخرج كيعطيني ديك اللون ما كيعجبنيش، قررت باش نبدلو بهذا اللون هذا اللي هو شاطان كلير، اللي هو شاطان كلير يعني ماغو، كيكون مفتوح. وان شاء الله البنات غادي نعمل حتى ليميشي الا كتب الله، غادي نعمل ليميشي ان شاء الله، ونشارك حتى هي معكم ونوريكم الطريقه ديالها كيفاش تعدلوها في البيت. البنات اللي بغيتو توصلوا بجديد الفيديوهات ديالي، البنات اللي باقيين ما اشتركوش يشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات اين فوا كيف ننزلها. دونك خليكم معنا ونبداو. البنات اللي بغيتو نقول لكم مثلا هاد الارقام اللي حدا الرقم بحال مثلا 0 اولا 5 اولا 75 ولا ديك الارقام اللي اش كتصلح قولوا لي في التعليقات، وان شاء الله نعمل لكم فيديوهات حول الصباغه وطريقه كيفاش كنصبغوا. مثلا بغينا نصبغوا اشقار، كيفاش بغينا نفتحوا اللون، داكشي كامل اللي كيتعلق بالصباغه. بغيتوا اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، نتوما كتعرفوا على راس العين اي حاجه طلبتوها من عندي راني كنعملها لكم في القناه، حيتاش قناتي هي قناتكم، واي حاجه طلبتوها ان شاء الله غادي تكون فيها. دونك نبداو على بركه الله. البنات هذه هي الصبيغه، كيجاو في هذا الخنيشه هذه ديال الكيراتين باش كترطب الشعر شويه. انا كنظن ما غاديش نعملها في الاخر، الشعر ديالي اصلا رطب ما زيدتش نحرحرو بزاف نحرحرو. صور البنات انا راني مروحه معدومه البارح، ما كنقدرش نوز الراس ديالي، واليوم ضروري كتعرفوا الواحد خصو يكمل الحياه. انا بالنسبه للرواحي الا شبرني كنقول الا نعس ليه وارتاحت ليه غيزيد يشبر فيا، دونك كنبغي نوض ونعمل الشغل ديالي باش ما يزيدش ياثر عليا اكثر. هذه هي الفكره اللي كنمشي معها في الرواح. المهم البنات هادو بجوج بيهم، كاين اللي كيشبر هادي وكيخويها هنايا ويخلط مزيان، انا بجوج بيهم غادي نعملهم هنايا في هادي ديال الصباغه، طاسه ديال الصباغه، ونرجع معكم عين نخلطهم وانا معاكم. البنات انا خلطت الصبيغه ديالي، هاي كتجي على الشكل هذا، ماشي ضروري تعملوها نفس الماركه اللي عملت انا البنات. المهم يعني اي ماركه تكون فيها مثلا 6-0 بالنسبه للبنات اللي بغاو يعملوا ماغون اللي هو مفتوح، نتوما غتشوفوا النتيجه في الاخر ان شاء الله، شوفوا كيفاش خرجوا اللي عجبكم، تقدروا تعملوا نفس الرقم ويخرج لكم ان شاء الله نفس اللون. انا شوفوا البنات هنا راه عندي شي تشيبات هنايا اللي ضاروا لكم، ها هما هنايا ما عرفتش واش كيبانوا ولا لا، هما تالفين في وسط الشعر. المهم انا غنبدا معكم الطريقه ديال الشيب من القدام، كنبداو حنا ماشيين. اول حاجه عملتها هي انني دهنت هاد البلايص هادو الودنين ديالي، وهنايا دهنتهم بهاد الفازلين هذا، حيت الصباغه ملي كتكون فونسي كتلصق لينا في الوجه ديالنا، داكشي علاش كنعمل ضروري دائما ليلي اولا الا كنت غنصبغ لشي حد كنعمل هاد فازلين، اولا ما كانش يكون زيت، ما من الاحسن يكون فازلين حيتاش كيشبر مزيان. في الاول حبيباتي غنقسموا الشعر على اربع ديال الغسالات، الامام نقسمه على جوج والوراء كذلك على جوج. المهم كما كتشوفوا في لا فيديو كنبداو بهذه الطريقه، هذه كنبداو بلي غاسين هما الاولى، كندورو ديك المربع الاولي كامل وغنبداو كنفرقوا بالصبع ديالنا اولا بالمشطه فاش ما بغينا، ونبداو كنعملوا غير لي غاسين. من بعد البنات ملي غنساليو الشعر ديالنا كامل غير بالنسبه لي غاسين، غنخليه واحد الربع ساعه، ربع ساعه من بعد عاد غنصبغ الطاوله ديال الشعر، وديك الساعات ان شاء الله نقول لكم شحال غادي نخليوها ونشوفوا النتيجه مع بعض النهائيه. دونك تبعوا الطريقه مزيان البنات باش النتيجه ان شاء الله تخرج لكم كما بغيتوها، يخرج لكم تغطيه كامله وموحده.
بعد مرور ربع ساعة على صباغة الجذور، دابا غادي نوضعه على الطاولة ديال الشعر ونمشطو الشعر لنتأكد من وصول الصباغة إلى جميع الشعر. ونتركوها واحد تلت ساعة يعني 20 دقيقة، ثم نغسلوه بالصحة والراحة باش يجينا لون موحد. ثم كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقة هذه كنمشطوه وصافي. اللون اللي حصلت عليه الحمد لله ديك الاشعه الحمراء مشات، ودابا عاد ان شاء الله نقدر نعمل فيه هنا شمش بزاف، عاد نقدر نعمل فيه الليميش. البنات ساعدوني وكتبوا لي في التعليقات شمن الليميش نقدر نعمل مع هذا اللون هذا. ريان ريان ما عرفت فين مشى هاد العائله. نقدر نعمل واش ذهبيين او لا اللي مايلين الجري، عرفتوا هما البنات اللي مايلين الجري بحال كيجيو ميلين الكريف بلاتينيوم، ما عرفتش كيفاش نقولها. المهم البنات كاينين ذهبيين وكاينين اخرين، شكون اللي نعمل فيهم وكيفاش جاكم اللونين كتبوا لي في التعليقات. وانتم شفتوا الطريقه اللي كان عندكم الشيب او ليلى كنتوا صابغين من هنايا. انا غنعطس الحمد لله اعتذر مروحه. المهم هذه هي تتمه ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تستافدوا منه. بغيتوا اي حاجه بحال اللي قلت لكم على صباغه الشعر قولوا لي، يمكن حتى شي مشكل او حاجه وحده اخرى. بالنسبه لهاد الصباغه هذه مزيونه، ولكن البنات اللي شعرهم ناشف ما يستعملوهاش، كتنشف الشعر. انا ماشي مشكل واخا نشفت لي الشعر ديالي شويش، مي انا باغاه ينشف شويش كيتزيد ليا دغيا، ماشي مشكل يعني مزيانه بالنسبه ليا. حتى البنات اللي شعرهم الشعر ديالهم فحال ديالي مزيانه، هي الماركه ديال كراود فات. مي البنات اللي شعرهم ناشف ما يستعملوهاش، راه هي ما غاديش تعجبهم، غتنشف ليهم شعرهم. عن تجربتي دابا حتى اول مره كنستعملها، ولكن كتعطي توحيد مزيون واللون مزيون وعجبني بزاف. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. يلا البنات خليتكم على خير، نشوف هاد العيل فين مشى وانا معاكم. واخا مريضه راني عملت لكم لا فيديو كنت باغا نعملو وعملته. يلا البنات خليت لكم راحة وإلى الملتقى.